بشوطنا الثاني الخاص لفئة الجعدان، وهو يعتبر أول أشواطنا في هذه اللحظات لفئة الجعدان. بسم الله وعلى بركة الله، أعطيت إشارة البداية لانطلاقة هذا الشوط. وفي هذه التحديات الكبيرة نسير بكم مباشرة نحو المقدمة مع شاهين من يندفع في هذه اللحظات، خليفة بن راشد بن حميد المهيري من يتقدم في هذه اللحظات، بينما القادم شاهين لبخيت بن احمد بن غانم المزروعي. يا سلام، المركز الثالث وصل الان وتحرك راهي بخيت بن احمد بن غانم المزروعي. يا سلام، وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، من القادم؟ مسعل سيف بن سالم بن سيف النيادي من يتقدم في هذه اللحظات. لكن عودة الى المقدمة، الى البداية الاولى مع شاهين. شاهين بخيت بن احمد بن غانم المزروعي من يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميلة، بينما القادم، بينما الواصل في هذه اللحظات وصل شاهين بخليفة بن راشد بن حميد المهيري، بينما القادم والواصل في هذه اللحظات وتقدم مسعل سيف بن سالم بن سيف النيادي. النيادي من يتقدم في هذه اللحظات مع مسعل. مسعل من يخطف اول اشواط الفطامين للفئة الجعدان. تهانينا تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات على ما يقدمه مسعل من اداء جميل. دير بالك من اللي واصل، لكن خلاص تهانينا والناموس لمالك مسعل سيف بن سالم بن سيف النيادي المركز الثاني. وصل الان شاهين لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي المركز الثالث، وصل في المركز الثالث وحامل رقم 30. هنالك شاهين محمد بن زيد بن خليفة بالشاوي من تألق في ثالث المراكز. عودة إلى التوقيت الزمني 1:48 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك مزعل من تألق في هذا الشوط لسيف بن سالم بن سيف النيادي. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.